شكرا عبد الحميد، واهلا وسهلا بكل الناس اللي بيتابعنا لتكمله ما تبقى من صباح الشروق ونوفمبر الكروي. خلونا نقول تستقبل فيه او يستقبل فيه العالم حدث ضخم جدا كروي بشغف كل الناس في انتظار كأس العالم اللي يقام بدولة قطر، ونحن في السودان أيضا كمان نستقبل سيكافا وعندها عدد من المشجعين واللاعبين والفرق وكثير من الخسارات وأيضا كمان الكسب اللي موجود، ونتعرف على الكرة المحلية والعالمية من خلال ضيفي الموجود الآن داخل الاستوديو أستاذ عمر الطيب صحفي رياضي. أهلا وسهلا بك، صباح الخير عليك. مرحب بك، تحية لك والتحية لكل مشاهدي قناة الشروق، صباح الخير عليكم. نتمنى أنه نقدم ما يفيد مشاهد قناة الشروق إن شاء الله. أستاذ عمر، الكورة موسمية ولا دائم؟ أنتم عندكم موسم كروي ولا طوال؟ أنت في حالة نشاط دائم للكورة؟ بالتأكيد في موسم، والآن نحن يمكن في بدايات الموسم، موسم المحلي الدوري الممتاز. أيضا البطولة الأفريقية هي كانت مستمرة ولكن توقفت لمرحلة المجموعات. الدوري الممتاز أيضا هو عنده متابعين وعنده جمهور كبير ويحظى باهتمام عالي جدا، وزي ما أنت ذكرتي عالميا الناس تترغب. حدث مهم جدا كأس العالم، هو اهتمام كل الشارع السوداني. صحيح. إن شاء الله نشوف بطولة مختلفة إن شاء الله مميزة، وبالتأكيد قطر بفضل ما عدت هي قادرة أنه تخرج بطولة مميزة لكأس العالم. نتمنى ذلك. خلينا نبدأ بالأمس، تعادل المريخ والأهلي مروي بهدف، وكان شنو كان من خلال الكورة أمس ومن خلال التعادل ما بين الهلال يعني وأهلي مروي؟ طيب بالتأكيد المريخ يواصل نزيف النقاط للمرة الثانية، تعادل المباراة اللي قبليها كان متعادل، الآن مع الأهلي مروي أيضا تعادل، هدف لكل فريق في ملعب مروي بالأمس. يمكن المريخ تقدم بالهدف الأول، الأهلي أدرك التعادل ونجح في أنه يخرج بنقطة ثمينة من المريخ. المريخ ويبدو واضح أنه هو يعاني من مشاكل إدارية الناس كلها تعلمها، أسهمت بشكل كبير جدا في انخفاض المستوى الحاصل أو التدني الحاصل لفريق المريخ. مشاكل إدارية كبيرة جدا تمر بالنادي، أكثر من رئيس، مشاكل قانونية، عدم جاهزية لملعب السادة المريخ، حوافز وحقوق لاعبين، مسائل كثيرة جدا يمكن أسهمت في التراجع اللي بيحصل حاليا لنادي المريخ من حيث النتائج. النتائج هي محبطة جدا لجمهور المريخ، مباراتين على التوالي تعادل، أنا أفتكر أنه بدوك ناقوس الخطر لنادي المريخ بشكل كبير جدا. ممكن مش هتمرض لك يكون فيها قرار مصيري لمدرب المريخ الحال؟ نعم، كثيرون يتحدثوا عن المدرب الغرايري، يمكن بين الرفض والقبول. هو حقق نتائج في أوقات جيدة وفي أوقات فشل، وأنا أفتكر أنه الفشل هو معلل، يعني زي ما ذكرت الجانب الإداري في المريخ الكل يعلمه، فبالتالي المزلة ما مزلت مدرب فقط، في جوانب إدارية برضه مرتبطة بفريق الكورة وباللاعبين، إذا ما توفرت من الصعب أنه الفريق يحقق انتصارات، يعني لابد أنه العمل يكون مكتمل ومجموعة كاملة. مصيره يمكن الناس تتحدث عن مدرب هولندي، الناس كانت تحدثت عن حسام البدري أيضا كخيار يعود لنادي المريخ، ولكن أنا أفتكر بحسابات كرة القدم الموسم الآن هو يداه في بداياته، من الصعب أنك تغير لك مدرب عشان تجيب مدرب جديد عشان يعرف تفاصيل كثيرة ويقدر يحقق نتائج، وحتى الفترة ذاتها بتكون الزمنية قريبة لبعض. هل التغيير ده ذاته بيأثر، عنده أثر نفسي؟ بالتأكيد بالتأكيد عنده تأثير كبير، على أساس أنك تجيب مدرب عشان يفهم تفاصيل الفريق ويتأقلم مع الأجواء. صحيح. يحتاج لوقت، أنا أفتكر أنه لو كان في غرار إغالة أو إطاحة بالغرائر كانت تكون قبل بداية الموسم، باعتبار أنه المريخ يقدر يجيب مدرب يشرف على البدايات للفريق في الدوري، لكن الآن أنت بتغير مدرب والدوري شغال. أنا أفتكر أنه دي مزالة خطرة جدا، نتائجها حتكون صادمة أيضا للمريخ، لذلك منطق كرة القدم يقول من الأفضل المحافظة على هذا المدرب حتى نهاية الموسم، بعد ذلك لو في تغيير تعديل في المستوى أو ممكن الناس تغير في طريقة اللعب خطة جديدة من خلال المدرب. بالتأكيد. والتكملة زي ما أنت قبل قلت مع بعض، لما الفريق يكون متساجم منسجم مع بعض وتكون في وحدة بيقدروا يقدموا
للتأكيد كويسة. المريخ يحتاج تضافر جهود، يحتاج مراجعة من حيث اللاعبين، من حيث الجانب الإداري. يمكن مشاكل إدارية كبيرة جدا تحيط بنادي المريخ، مشاكل إدارية كبيرة. من المريخ مباشرة أستاذ عمر ننتقل إلى الزومة تحقق الفوز لأول مرة على الرابطة. صحيح، يمكن الزومة صاعد حديثا للدوري الممتاز رفقة حيدوبة جهود من الفرق الجديدة في الدوري. بالأمس حقق أول انتصار على الرابطة كوستي. يمكن الرابطة كوستي أيضا كان في حالة من التصاعد، الآن ناس بتشاهد الرابطة أيضا تراجع في مستوى، خسرت قدام الهلال رغم أنه هي شنو خلى الرابطة كوستي أنه ينزل من مستواه اللي لأنه نقول والله كثير من التفاصيل. يمكن الضغط بتاع المباريات بالإضافة لدوافع وطموحات الأندية الأخرى، أصبحت أي كرة في الدوري الممتاز كل فريق يرغب في أنه يحقق الانتصار، كل فريق يرغب في أنه يخرج بالعلامة الكاملة. شاهدنا يمكن الزومة أول انتصار له وصل للنقطة 4. الزومة فريق محترم يملك عناصر جيدة، أنا أفتكر أنه ولكن من الصعب أن نحكم على الفرق في بدايات الدوري، نحدد فلان هو ممكن يكون مؤثر أو ترتيبه الثاني أو الثالث. ما لما نصل للنهايات؟ بالتأكيد الدوري ما زال في البدايات، دي الجولة 7، فمن الصعب نحكم، لكن واضح أنه في تذبذب في المستويات. نعم. فرق مستوياتها بتعلى وفرق بتهبط، لكن لسه ما في حاجه واضحه نقدر نحكم عليها. لكن من السهل انه يكون عندك توقعات بما انك صحفي رياضي شاطر جدا في انه الهلال في مواجهه الاهلي شندي بمدينه بربر اليوم، توقعاتك؟ طيب الهلال واهلي شندي هو صراع كبير جدا، فريقين يملكوا امكانيات عاليه. الاهلي شندي فريق محترم، الهلال فريق كبير ايضا ومحترم. يمكن تاريخ وارقام مواجهات الفريقين في الدوري الممتاز، لعبت 25 مباراه بين الهلال واهلي شندي، مباراه اليوم حتكون هي رقم 26. هلال حقق الانتصار في 15 مباراه امام اهلي شندي، التعادل كان حاضر في 7 مباريات، اهلي شندي فاز على الهلال في 3 مباريات. وليد بخيت الشعله هو متصدر هدافي الهلال امام اهلي شندي ب6 اهداف، بالإضافة إلى محمد عبد الرحمن أيضا 3 أهداف يليه. هلال أهلي شندي مباراة كبيرة زي ما ذكرت، بتحظى باهتمام عالي وفيها ندية وإثارة، يعني دائما الهلال وأهلي شندي مباراة بتكون ساخنة. خلاف ذلك هي مباراة تحمل في داخلها أكثر من تحدي بين عدد من اللاعبين، خصوصا أنه أهلي شندي هو خسر أمام المريخ الأسبوع الماضي. بالتأكيد يمكن الهلال واهلي شندي، الهلال يحمل عدد من لاعبي اهلي شندي السابقين اصدقاء الامس سيكونوا اعداء اليوم، كذلك في اهلي شندي ايضا عدد من اللاعبين. هي مباراه خاصه بين بعض اللاعبين ايضا من الداخل، كل لاعب بيرغب في انه يثبت ذاته في هذه المباراه. جمهور مدينه بربر على موعد مع مباراة مثيرة وقوية بين الهلال وأهلي شندي اليوم. الهلال أكمل الجاهزية لهذه المباراة بأداء تمرين ختامي بالأمس على ملعب استاد بربر، استمر يمكن ل 45 دقيقة، وقف خلاله الجهاز الفني على آخر اللمسات المتعلقة بالمباراة. أهلي شندي تدرب صباحا، يمكن الهلال كان مصير أنه هو يتدرب في الفترة الصباحية، ولكن الجهاز الفني لأهلي شندي رفض تماما أنه الهلال يتمرن صباحا. الهلال تمرن في موعد المباراة الساعة 3. الهلال يدخل المباراة مكتمل الصفوف، ما في غيابات، في إصابات معروفة للناس، هي طيب عبد الرازق بالإضافة لجيرارد، أسماء معينة هي خارج الخدمة، ولكن المدرب اصطحب 24 لاعب تحت الخدمة في مباراة اليوم. نتمنى أنه نشاهد مباراة تليق بالفريقين، وبالتأكيد هو البقر المباراة من الجهاز الفني بالشكل المطلوب هو الأقرب لتحقيق الانتصار. مباراة مهمة، أفتكر أنه الهلال تفتكر أنه أهلي شندي زي ما خسر أمام المريخ يثبت وجود اليوم أمام الهلال في بربر؟ أهلي شندي بالتأكيد هو جريح، تحدي كبير، جريح يدخل هذه المباراة أنه يعوض النتيجة السابقة اللي حصلت له. وخلاف ذلك هلال أهلي شندي عندها دوافع خاصة، يعني بخلاف أنه أهلي شندي تعسر، لكن دائما أهلي شندي والهلال بيكون في تحدي كبير جدا بين هذه الأندية في كل التاريخ اللي ذكرناه، ومباريات صعبة جدا. أحيانا الهلال يحقق الفوز بشق الأنفس على أهلي شندي، بالتأكيد أهلي شندي سيزع جاهد أنه ينتصر في مباراة اليوم ويثبت وجوده أمام الهلال. الهلال أيضا هو يملك الدوافع ويرغب في أنه يحقق العلامة الكاملة من نقاط الولايات. يمكن الهلال الحاجة اللي بتقيف عقبة أمامه وممكن تقيف فيها برضو قدام أهلي شندي الملعب
أرضية الملعب السيئة، نتمنى الفوز يكون حليف، لكن أحلى من الفوز. أنا دايما قاعد أقول اللعبة الحلوة، اللعبة يعني الحلوة اللعبة لما تكون جميلة تزول بيقول لك والله فلان ما فاز لكن اللعبة كانت ممتعة، استمتعنا باللعب. صحيح، يمكن جمهور بربر حيكون على موعد مع مباراة شيقة، مباراة مليئة حتكون بالندية والإثارة وبالجماليات وبالتكتيك. الهلال يملك مدرب محترم، أهلي شندي أيضا يملك مدرب محترم. توقعاتنا أنه مباراة تخرج بالشكل المطلوب، والأفضل والأكثر جاهزه هو اللي حينتصر في مباراة اليوم. نتمنى اليوم التوفيق، لكن الكورة دايما ربح وخسارة. لكن لما نقول خروج السودان من نصف نهائي بطولة سيكافا، طيب بطولة سيكافا أنا أفتكر عنوان عريض، بطولة معروفة أصاب عدم التنظيم الجيد والفوضى والعشوائية اللي حصلت فيها في السودان. النتائج اللي خرج بها المنتخب أنا أفتكر أنه هي نتائج طبيعية لحاجة ما مرتب لها، لحاجة ما عندها دراسة لكثير من التفاصيل. حتى أنا أفتكر أنه هي البطولة في حد ذاتها تسميتها تحت 20 سنة فيها جدل وفيها خلاف كبير جدا، باعتبار أنه الناس تشاهد عمار عدد من اللاعبين تفوق ال20. صحيح، فالبطولة نظمت بشكل عشوائي جدا. المنتخب، الناس تتحدث عن خسارة المنتخب وعن وداع المنتخب، شيء طبيعي. كان متوقع بالنسبة لكم؟ متوقع، طالما أنه هناك شنو الأسباب يعني؟ فوارق كبيرة جدا بين منتخبنا وبين المنتخبات الموجودة، رغم أنه هي قد تكون حديثة التجربة في البطولات، ولكن التخطيط الأساس الموجود هو الإداري جعل هذه المنتخبات تصار بشكل محترم. حتى منتخب الجنوب يعني الناس تتحدث بشكل مختلف عن هذا المنتخب، رغم أنه هو صغير في السن، ولكن في تخطيط، في دراسة، الناس عارفة نفسها بتعمل في شنو. كل تركيز منصب تجاه كرة القدم. يمكن سيكافا نحن نظمت لأغراض معينة بالنسبة لنا، لذلك ما جنينا منها من حيث المستوى أو من حيث الظهور لمنتخبنا الشكل المطلوب. حتى المنتخب هو كان بيحقق من انتصارات، الناس كانت تتحدث عن كثير من التفاصيل الفنية في المنتخب. في يوم ما السودان شال كاس سيكافا؟ بالتأكيد. ليه ما قدر يحافظ على نفس المستوى وهو في هي بلده؟ بس بتبقى مختلفة، يعني الآن هي بطولة ما تحت ال20، مختلفة عن سيكافا اللي سابقة واللي سبغتها، هي الآن خاصة بأعمار ما تحت ال20. نعم. المنتخب في فوارق كبيرة جدا بينه وبين يوغندا، أسهمت في أنه هو يخرج وتتأهل يوغندا وجنوب السودان إلى النهائيات. يمكن فوارق بدنية، فوارق تكوينية، فوارق في حتى النشأة، فوارق كبيرة جدا أسهمت في أنه يوغندا هي تتفوق علينا في المباراة اللي كانت مغامة. يمكن السودان سيصارع أثيوبيا عليه المركز الثالث والرابع تحديد المراكز. نتمنى أنه بقدر الحزن اللي أصاب الجمهور السوداني أنه المنتخب يقدر يحافظ على المركز الثالث أمام أثيوبيا ويحقق انتصار. أنا أفتكر أنه اللاعبين قدموا فوق طاقة. هل في انتقال لمرحلة أخرى بعد تحديد المركز الثالث والرابع؟ لا لا، في النهاية حيكون جنوب السودان هي اللي حتلعب النهائي. أثيوبيا والسودان سيتم تحديد المركز الثاني والثالث لهذه المنتخبات. نتمنى أنه منتخبنا يحظى بالمركز الثالث ويزعد الجمهور قال لا يطفي النيران القائمة منطلقة في السوشيال ميديا دي بحيث ينتصر على أثيوبيا، يعيد المنتخب للواجهة في المباراة القادمة. هي بطولة أنا زي ما ذكرت كبيرة، لكن أصاب سوء التنظيم وسوء التخطيط الجيد من قبل الاتحاد السوداني لكرة القدم، ولكن نتمنى إنه الاتحاد يستفيد من هذه الأخطاء، يستفيد من الأشياء الكثيرة اللي حصلت في هذا التنظيم وفي هذا التخطيط، لأنه نقدر ننظم بطولات بشكل أفضل وبشكل محترم في السنوات القادمة إن شاء الله. ذكرت في حديثك أستاذ عمر في إنه جنوب السودان متطور ومتقدم رغم صغر سنهم ورغم حداثتهم، ممكن نقول شنو التطور في وجهة نظرك اللي خلاهم يظهروا بالطريقة اللي بيلعبوا بها الآن يعني؟ طيب، يمكن منتخب جنوب السودان هو حديث كل متابعي بطولة سيكاف في شكل التنظيم، في شكل الأداء، في شكل الموهبة، في شكل الاهتمام باللاعب، في شكل حتى لو المتابع بيجد إنه منتخب جنوب السودان عند استلام الكرة بتحس بالفوارق، بتحس بإنه في تنظيم، بتحس بإنه في لعبة حلوة، في اختيار بالتأكيد. وده ما يعني كرة القدم لعبة جماعية. صحيح. هي منظومة متكاملة، فيها فني، فيها إداري، فيها قطاع رياضي، فيها دائرة كرة،
في اهتمام، في رغبه من اللاعب حد ذاته. انا افتكر انه منتخب جنوب السودان هو الحصان الاسود، قدم مستوى مميز، خطف الاضواء من كل المنتخبات، اقنع الجمهور اللي كان متابع لهذه البطوله. نتمنى انه نحزو هذا المنتخب، نقدم منتخبات محترمه، منتخبات تؤدي الشكل اللي يليق بالسودان بعيدا عن سوء التخطيط وسوء التنظيم والتزوير في تفاصيل كثيره. يعني الان سيكافا بيعيد لنا نماذج كثيره لبطولات سابقه وتفاصيل كثيره في كرتنا السودانيه. نتمنى انه نحن نمشي في التراك الصحيح. يعني الان منتخب جنوب السودان هو في الطريق الصحيح بهذا المنتخب المحترم. نحن نتمنى نحزو هذا المنتخب، نقدم منتخبات محترمه، نقدم عمل اداري مقنع للجميع، فيه لمسه تظهر في اللاعب، تظهر في المدرب، تظهر في شكل التنظيم. نتمنى انه يكون في اذن ساغيه تستجيب لهذا الحديث. نتمنى يوغندا وجنوب السودان هي ختام البطوله السودان بعد وصول للنهائيات. صحيح. اللي هو حتكون في مصر تحديدا. دي اللي حتكون مداخله هي مؤهله لمصر، لكن الختام اللي هو يوغندا جنوب السودان. حيكون وين ختام يوغندا جنوب السودان؟ في السودان. في السودان في البطوله. في البطوله ذاتها. بعدها حيكون. بعدها في فيها نهائيات مؤهله اللي هي لمصر. توقعات الختام بتكون شنو؟ توقعات والله يا اخي كلا المنتخبين يملك دوافع كبيره. انا شخصيا اتوقع جنوب السودان انه يحقق انتصار او يخطف اللقب. ايضا يوغندا هي فريق منتخب محترم يملك دوافع، قدم مباراه كبيره قدامنا، كسب المنتخب السوداني. نتمنى التوفيق للمنتخبين، والافضل هو اللي حيكسب. وان كان انا ارى جنوب السودان هو الأغرب ويستحق ذلك بما قدم من مستويات ثابتة ومن نجوم مميزين خلال بطولة سيكاف. جميل. أستاذ عمر، من خلال متابعتك للكورة ومن خلال متابعتك للبطولة، أفضل المنتخبات اللي أنت شايفها لعبت بطولة صحيحة وماشية في مستوى ممكن يأهلها ويقدمها يعني؟ والله أنا أفتكر جنوب السودان نمبر 1، يوغندا أيضاً قدمت تجربة محترمة، أثيوبيا برضو بتقدم في تجربة محترمة. نحن ظهرنا بشكل يهول بيشبهنا او شكلنا نحن ذاته ما في تغيير. نحن بنحسن يعني من شكلنا، نحن خاتنه في مخيلتنا انه نحن عندنا مشاكل اداريه، انه نحن يا اخي ما حنقدر نصل. نحن عشان نحسن من شكلنا ومستوانا ونصهر بشكل مطلوب، لابد انه الحاجه دي تاتي من فوق، من الاتحاد العام، من الاداره اللي بتدير الكوره في السودان هي ذاتها المنوط بها انه تخلق هيبه لانديتنا ولمنتخباتنا. ولكن كل متابع تفاصيل الاتحاد العام، يمكن صراعات حتى في الاشخاص مع بعضهم، مصالح شخصيه تسيطر عليهم. ما دار اقول كره القدم هي اخر اهتماماتهم، لكن ده نتاج بنصب للانديه وللمنتخبات، بالتالي بنشاهد نسخه ضعيفه لهذه المنتخبات. حتى المنتخب الوطني في فتره الناس تعرض لهزه، الآن هو استعاد عافيته قبل فترة، لكن يسترجع. طالما أنه الإدارة من فوق ما في تخطيط، ما في دراسة، ما في عمل، ما في تحديد روى دايرين نعمل شنو. يعني حتى المنتخب الحالي يمكن بعد تنتهي هذه البطولة حيتم تسريحه تاني، بعد فترة نشوف أنه في بطولة زي دي مغامة، نقوم نجمع أولاد تاني، يجمعوا الناس من جديد. للأسف ما في بالتأكيد حيلعبوا، حنخسر، حنجي راجعين نفس التفاصيل. نحن دايرين في دوامه وحيده، دايرين متابعه للفرق اللي بتلعب تكون موجوده وحاضره وفي حاله تعقيد. بالتاكيد ونشاهد اهتمام بالمواهب الظهرت، باللاعبين الظهروا، نزغل من امكانياتهم، ناتي باجهزه فنيه محترمه تقدم لهذه المنتخبات. انا ما اقصد المنتخب ال 21، كل المنتخبات. نحن محتاجين لبصمه اجنبيه، محتاجين لعمل اداري محترم، محتاجين لتنفيذ سياسات، محتاجين لانه نخطط صح، نعرف دايرين نصل لوين. يعني الهلال تحديدا انا افتكر انه هو الان بيقدم تجربه محترمه جدا. يعني اكثر من 90 عام المشجع الهلال يتابع الهلال دون ان يحقق بطوله افريقيه. الهلال ما استطاع، لكن الهلال اتى باداره الان تلغي كل اللي حصل في 90 عام، تخطط بشكل محترم، تقدم في نموذج اداري محترم. انا افتكر انه نتاجه بتظهر، سواء كان بعد 3 سنوات، بعد 4 سنوات، هو عمل اداري محترم. انا عريت بالحديث، تحدثت عن هذه النقطه لانه هي ملفته للنظر الان في السودان. صحيح. المشروع اللي بيقدمه نادي الهلال مشروع محترم جدا، عمل اداري محترم، عمل فني، تخطيط، دراسه، تنظيم.
نتمنى ما يحدث في الهلال يحدث أيضا في المريخ ويحدث في كل الأندية وفي الاتحاد العام وفي منتخباتنا، لأنه ما في حاجة بتتحقق بالصدفة، ما في حاجة بتتحقق بنخليها للأيام، لابد أنك تعمل عشان تحقق. صحيح. عشان في سنة خلال 3 سنوات 4 سنوات ربنا يصلح حال كورتنا ونشاهد في السنوات القادمة ظهور جيد لأنديتنا وللمنتخبات إن شاء الله. أنتوا دائما إحنا قاعدين نقول العيون اللي ممكن توريني، يعني أنت وجهة نظرك ممكن تكون مهمة لناس كثيرة. البطولة الحاصلة الآن في السودان سيكابا ممكن نشوف منها لعيبة عالمياً، يعني من خلال اللعب ومن خلال وجودك ليهم ومشاهدتك ممكن نقول إنها خرجت لنا لعيبة عالمية. بالتأكيد هي البطولة قدمت عدد من المواهب، يعني أسماء لامعة حتى في منتخب السوداني، في أسماء ظهرت بشكل جيد يمكن على غرار منن عز الله لاعب الشرطة القضارف، يمكن الهلال حتى طلب خدماته تأكيد على أنه هو كان نجم بارز في البطولة، أكثر من لاعب في المنتخب السوداني وفي المنتخبات الأخرى ظهر بمستوى مميز، وهو بالتأكيد محط أنظار لكل الناس اللي تابعت البطولة واللي حتتابع البطولة في فترات قادمة. في مواهب ظهرت في هذه البطولة، ما بنقدر نقول هي البطولة نلغي وجودها تماما، ما حققت إيجابيات، في إيجابيات لكن السلبيات هي تغطى على الإيجابيات، ده ما بيعني أنه نلغي كل الأشياء الحاصلة فيها. صحيح. في مواهب صحيح. ظهرت في أجهزة فنية قدمت مستوى، المواهب ظهرت محتاجة مننا أنه ننميها رعاية ونرعاها. بالتأكيد. بالتأكيد محتاجة رعاية ومحتاجة ثقل زيادة، و هم خاصة وهم لاعبين صغار في السن، في عدد من اللاعبين صغار في السن، أنا ما بقول كلهم منهم. لكن في جزء منهم ممكن نستفيد منه ونقدمه بشكل محترم في السنوات القادمة. بالتأكيد منتخبات يوغندا أثيوبيا هي قادرة تسوق لعيبتها، قادرة أنه تقدمهم لقدام، نحن صحيح. المطالبين بأنه نضع النظرة دي قدامنا عشان نقدر نقدم المواهب اللي بتظهر من أستاذ عمر. نحن في ختام خلينا أقول لك سؤال أخير ممكن نجاوب عليه، وهو طويل لكن بس في رسالة أنت ممكن تقدمها لمنو، بما أنه نحن أنت ذكرت في بداية حديثك أنه عدم التنظيم كان للبطولة سيء جدا، كيف نحن نقدر نستفيد من البطولة دي عشان ننظم بها لبطولات قادمة ونستفيد من الخطأ الحاصل الآن عشان ما يتكرر لنا مرة تانية؟ طيب وين القصور كان؟ في كثير من الغصور، يعني حتى نحن لو مسكنا أبسط الأشياء، زول بنظم بطولة بكون عنده ملاعب، عنده بنية تحتية بيقدر يوزع عليها المباريات، في ملاعب تدريبات، شكل البرنامج، شكل التنظيم، شكل الدعوات، كثير من الحاجات حصلت في البطولة هي فيها هنات وفيها هزة. حتى السودان يعني يمكن ملاعب بعينها هي الجاهزة، يعني استاد الهلال يمكن استاد يعني. الخرطوم تاني ما في استاد، الناس بتحاول تلعب في كوبر، بتلعب في وادي النيل تمارين كذا، يعني حتى مقومات البطوله نحن ما عندنا، عدم الجاهزيه للبطوله، فلا بد انه نستعد اول حاجه من حيث البنيه التحتيه ومن حيث الملاعب، بعد ذلك نطلب تنظيم بطولات عشان نسهر بشكل محترم لكل العالم لكل الغاره انه نحن قادرين ننظم بطولات، ما يبقى تنظيم عشوائي وتنظيم من اجل مصالح خاصه، انه نظمنا البطوله دي في ناس عندهم اهداف دارين يحققوها من خلال هذا التنظيم. البطوله دي بيكون عندهم علم بها من فتره يعني طويله. بالتاكيد عشان ما تبقى زي قصه الخريف اللي عندنا في السودان، يعني بيفاجئنا دائما. احنا دائما الخريف بيفاجئنا، المطر تصب بعد ذاك بنشيل الكوارث. الحديث يطول عن الرياضه وعن المتعصبين رياضيا وعن المشجعين عموما، نتمنى ان شاء الله لعبه حلوه للجميع. وانا شاكره مقدره لك الاستاذ الصحفي عمر الطيب، شكرا جزيلا لك الصحفي الرياضي، ونشوفك ان شاء الله عبر صباحات الشروق في ايام مختلفه. شكرا لك، تحيه لك والتحيه لمشاهدي قناه الشروق، انا سعيد بهذه الاستضافه ودمتم بخير وعافيه. تسلم كثر خيرك. ومشاهدينا الكرام دقائق قصيره ونرجع من بعدها نستكمل صباح الشروق، خليكم معنا.